السلام عليكم. النهاردة جايب لكم شرح جديد ومميز عن آخر تحديث لمحاكي WinLatter 10 أداء ممكن. هنشوف إيه الإضافات الجديدة وهل هيفرق في الأداء في الألعاب ولا لا. المتطلبات ومواصفات الموبايل: لازم 120 أو أعلى، معالج رسوميات أدرينو 618 أو أعلى، رامات 8 جيجا أو أكتر. وكل ما موبايلك أقوى كل ما هتاخد أداء أحسن وتجربة سلسة. مميزات التحديث الجديد: بقيت تقدر تعمل لصق من الحافظة من تليفونك داخل المحاكي، تم تحديث برامج داخلية في المحاكي. يشمل التحديث التحديثات السابقة مع التحسينات. خطوات التنزيل والتثبيت: الخطوة الأولى تنزيل وتثبيت المحاكي. افتح مدير الملفات في موبايلك، دور على الملف للتطبيقات التانية وانت بتلعب. استخدم وضع الأداء العالي في إعدادات الموبايل، تأكد ان عندك مساحة تخزين كافية.
حل المشاكل الشائعة لو الصورة مكسورة، غير إعدادات دايركت إكس، لو الأداء بطيء، قلل دقة الشاشة، لو اللعبة مش شغالة، تأكد إن اللعبة متوافقة مع المحاكي وإنك منزل اللعبة كاملة، حاول تشوف أداء اللعبة على اليوتيوب بنفس المعالج بتاعك وشوف هل نفس الأداء ولا لأ، عشان لو مش نفس الأداء أعرف إن في مشكلة. الخلاصة، محاكي وين لاتر 10 بيدي تجربة رائعة لتشغيل الألعاب الكمبيوتر على الموبايل، مع الإعدادات الصح تقدر تستمتع بألعابك المفضلة بجودة عالية وأداء سلس. وافتكر إن المفتاح هو التجريب والتعديل على الإعدادات على حسب موبايلك، كل موبايل مختلف، عشان كده خد وقتك في إيجاد أحسن الإعدادات لموبايلك. وبكده نكون خلصنا شرح محاكي وين لاتر 10 وإزاي تحقق أحسن أداء ممكن على موبايلك. قول لي رأيك لو عايزين أعمل فيديو عن ألعاب الأجهزة القوية أو الضعيفة تاني. سلام. We gotta be careful with these rides, homie. But Simeon ain't about to dock my pay. Homie, man, if you need some bread, I could. You gotta watch out, man. Screw you. Mama Greer's got some more hot tracks.